الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي بانك حمدنا إنه إنك سوقيب قليي صلاة مغرب إن جمع الله سو حاضرنا كدبنا إلهي وحنا إذمي إن فريسنا المساجد كالحديثة ومجلس كان عن دين تينا مع نسكو برارجين إنه أن كوض قيب الله مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير نبي صلى الله عليه وسلم حديث معني ثهاوح يري مجلس كوناكسن إله اللغو دوانا يو إله كو دوينا يا دينة إله اللغو برانا يو آخر ذا لسكو برارجنا يو يا مجلس كحن غفلة يا دين لأنت يا معصية إلهي كاد دارينا يبو نبي كبحية مثل عجيبة مثال لذن إلهي بسوقاتا ونبي صلى محمد عليه الصلاة والسلام أيا سوقاتا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أمثال القرآن وكوبا لماذا؟ لأن ابن آدم مثل وحكو فهما سادر تيد بن عليه الصلاة والسلام مجالس تون أكسن إله اللغو دوانا يا دين إله اللغو برانا يا مساجد أي علماء أي نقوق بنيان هذه تفسير تهي هذه حديث تهي هذه فقه تهي هذه محاضرة تهي هذه وعد تهي هذه بالرجلين يبرارجين دينات أي تهي مثال كالنبي كبحي واسد أنك عذر كمسك كحمبارسن هي عذر كمسك كإبن أي نك عذر كمسك كأدقون إبن يبو النبي عليه الصلاة والسلام إما وإنك إبستا إما وإنك سيا إما وإنك أدقون عرف ونكسن يؤدق ونكسن أكتي سات كلام نقطع مجلس كحن إلهي تبارك وتعالى اللقو عاصنا يو عدد كمسلمين تلقو حمنا يو إلهي غير كلقو وينينا يو مثال كالنبي جن كبحي عليه الصلاة والسلام حيري كنافخ الكيري وكان براها الطمع عدد كو أفوف بوق ويان كان براها مركو قراعة يو وأفوفا يو دنبيل أيا كدولا يدب كاس dambiyaha haasi ama dharkay ka gubayaan bu nabigu yiri ima majliska waxaad kala soo kacaysaa raayaha xun oo qadmoon oo natina ayad kala soo kacaysaa bu rasuulku yiri marka majliskan saddexda bu nabigu ku mithaalay sallallahu alayhi wasallam sida ninka cadarka iibinaya ima inad cadarka ka iibsataa ima inuu cadarka ku siiya
إما إنك تقول عرفي ونعكسن أدو جركاغا أو كأوري أكتسا أتكا صون نقطا مجالستان وعينكا سيلمد يهيم النبي قولي صلى الله عليه وسلم إما وإن هلكا مسؤوحي خير لغا شيغا يو أدو حكا فائدا أدانا أدو حبكا فائديسا وموضوع لغا هلاي أدفهم ويدنا مجلس كان فائدة أولي هي وحويان هم القوم لا يشغى بهم جليسهم كوا كلفريستان ما هوغي سدان أيكا بوغن حريستان وقدم بدافي بولاهي ملايكتا كولي هي أدون كايس كلفردي أي وحا ميسا كالصعبة أي خير أن كور قبين اللفردينا لفردي قاس سغن وقدم بدافي بولاهي لي جماعة صحابة كمدا أيو نبي كوكوما رمال أيكا وفرديا مركاب نبي كوكوين محا ماشي لفريسيي إياكم والجلوس في الطرقات جدتك أفريسان إسان بل إنه قد يقيا مركاب السحابة دورادة المال كلا أفريسان وكوشا كيسان ملهن مركاب النبي قلوا وحقاك ماشا مالات كغم عرمتان حدا ندهيسان دريق حق سيسكسي أبو النبي قلوا عليه الصلاة والسلام شريعة الإسلام هو شريعة ميسرين ويان حتى دريقي حداد كم مارمو إذا جدتك إن أفريسان تدبال قليه دريق حق بليه حق سيسي حدانا دريق حق سيانت سين كرينين طريق أين الفريسة تقوم بنا بعد أنك مجتمع أنك أنت مساجد فريدة يا أنت مقاعية فريدة متكبضا أنت مقاعية فريسة نسابضا كم يا عقول يا أوقات لو بحنا يا مانت الدريقة لحلول صحابة النبي قوحوا كوي لطريقة فريقة سمالات كبت دلتان هدانت حيثا طريقة حقيسة سيئة ومرية طريقة حقيسة مركا سيد هذا النبي الله طريق وحق نقول يهبل نوشيك مركا ابو النبي عليه الصلاة والسلام وكبل أبي قض البصر محارمت قبلها يا جانبت طريق مريسا انديه نكلا ابو رسولك يلي هايقن وها أورنن وزيناها للناظرين هاي وين اترى هذا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مؤمنين توحال أمر طريق مركا مريان إن عنده هو حفظان هذا عنده هو حفظ قلبك وحي كجريب حفظ إيسا لأن إشا زنة ديدو نبي قدو وضعي مشادا دكت زنة ديدو وردقي سيغا عربك زنة دي سوا شاكدا قعنت زنة ديدو وطابشادا لقت زنة ديدو وصعدك انت او ميلود وجواريح اي زنة دي كبلا بانتا قفك انتو ان زنة دي وينيتكو بعين داي مشادو وزنو ووزنة دي أرق أبو رسول كبير حصاوه وزنو وزنة دي عربك نقيسك وزنو وزنة دي مقلك قبشد وزنو وقعنت وحي الزنيسين وقوار ما مركات قبر دا جانب كانت كتابتي مركات النبي قوح وكبل أبي دريق حق إيسا غض البصر إندهين الله أبو رسول كبير صلى الله عليه وسلم إندهان ما الله أبو محفظه إلا قف مؤمنا مويانا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم غض البصر كوحى الله كل أمري وضدك مؤمنين تعال أرق ما إلى لي إلا قف إيمان لمويانا كف الأذاب النبي قل لبعضتك ضريق أمرينا قعنتين هكود بنا إيش هذه هكود بنا قعنت هذه هكود بنا رد السلام ذاتك هديك صلانا نسك صلاما سلامت أعلي والأمر بالمعروف ذاتك وناك فرب رسولك يري والنهي عن المنكر ذاتك جدك مريا الله كلانتان وحشرعك إنكرسن أيكو دقنكوغ أيكم وقتنا كرب أبو النبي قد منكر كوك الزولية سوق ما قال ذي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إساقا أم مريا أيو أركئنا دل يرى أوري مدينة فرقل دهبو قعنتك سيدا دهنا مرقاب النبي كسيبي رولك أيو كتوري النبي وحيري أي عمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده متكين ما أكسى يا دمبيل نار انتو قاتو إنو قعنتي سأو قشدو ماركو كتوري ومعنه ومحي أمد إذا رجي جنبو نبي قول ذهب كإني حدان والله حرمي هوين كودن والله حلال يبو رسول كله وصلي النبي جنة صلى الله عليه وسلم تدا سوق السيب يركي رفرق القدهب كان إنك ما أنت إنسان منكر أركينا مزولنا عربك ما كزولنا مي قعنت ما كزولنا مي قلبك ما كإنكرنا مي بل وحيس كان نقطة نلشين ما أنت واسكع عادويا واسكع عادي وحني صلاة دول لقتك أو اسكع عادي دادكو أكتا هذا معصية كشاكيستا أو اسكع عادي دالن يرادي يرسده دونان دارك أوحي دور تمهنا سيد دونان أوحي رتا واسكع عادي
waa caadi buu ku leeyahay, waa waa mujtamac u dhanba sidaa noqday, miya la maxaa la qaban karaa? Wuu zuulinayay nebigu sallallahu calayhi wasallam munkarka markuu arko gacantiisu nebigu ula tagaayay, gacantiisu kaga saaray fargalkii, dadna dhulku ku tuuray. Markaasuu nebigu yidhi midkiin makaraya dhimbiil naara intuu qaada inuu gacanta gashado. Hadalkaa markuu yidhi nebigu iskaga dhaqaaqay ayaa saxaabadu ku yidhaahdeen yarkii yaraa markuu nebigu tegey, kadib dahabkaaga qaado oo intafic si kale uga faa'iidayso uga intifaac iibi ciddaa doonto sii. Markaasuu saxaabigii wuxuu yidhi laa wallaahi laa aakhuduhu waqad tarahahu rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam, wallaahina aanan qaadan budho qaadani maayo maadaama nebi maxamed gacantiisa uu igaga siibay oo dhulka ku dhiftay dhulka ku tuuray, wallaahina aanan qaadanayn buu yidhi. Hadda inuu qaato uu iibiyo oo lacagtiisana uu maaragtaana meelo kale u isticmaalo ka xaaraan maahayna, waa mubaax, waa u bannaan tahay inuu gashado unbaa laga xarimay. Laakiin qadarinta nebi maxamed ay qadarinayaan buu yidhi, wallaahina aanan qaadanayn buu yidhi, waayo nebi maxamed baa iga tuuray, maadaama nebi maxamed gacantiisa dhulka uu ku tuuray, wallaahina dib u qaadan maayo buu yidhi. Qadarka nebiga innakana allahina fahamsiiyo ku saliya nebiga sallallahu calayhi wasallam. Ajiib. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة وأنت ذاك منه مطيع. إلهي يا نبي جعيل دودا ما أنت مسلمين توشيغن أيام وعرب كان كأشهادن إنا، لكن أفعاشن هدي الله إيغو وأفعاشن وخلاف سنتحي كتابك إلهينا وخلاف سنتحي سنة النبينا وخلاف سنتحي مركا جعيلة أن شيئنا وجعيلة بين بينا هذا النبي محمد جعشهي وهذا دعي له نبي نكو جعيل يحيب أدعاي قصتكم سابسن نكي جعيل كيس آل لغشي كينجري قيس الليلة نحمرتي نكي مركا قيس أيا جعيل كي الليلة أي أواشي درادد مركا سو دربيد اسكسي حنجري مالين مالمها كمدا وحال أركي isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar darbiba dhudhunkanaya. Markaasaa lagu yidhi war qaysow, maanta waalidaadii ma waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid? Markaasuu yidhi uqabilu dal jidaari wadal jidaar wama wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye, gidaarkan gadaashiisa layla ayaa degan oo jacaylkii laylan u dhunkanaya buu yidhi. Maalin kalaa la arkay isagoo ay haysoon u dhunkanaya warayigana maanta maxaa kugu salliday? Wuxuu yidhi aqalkii layla ay ku jirto ka soo baxay yuu ka soo baxay maxabadu eeg. Haddaan ilaahay jecellahay oo nebigiisa aan jecellahay sallallahu calayhi wasallam, mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo, magaalada intoo laga baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho, ayay masaajidu camirmi lahayd. Masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahaa oo la odhan lahaa annagu dhahan tukana jamaci masjidkiibu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamacadda maa ku xidhan lahay. Law kaana xubuka saadiqan la ataactahu, hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd. Ina almuxiba liman yuxibu mutiicu, ninba ninkuu jecel yahay buu adeecaay. Dhalinyarada kubadda jecel, kuwa kubadda ciyaara isku ekaysiiyaan, kuwa heesaha jecel, kuwa fanaaniinta la yidhaahdo isku ekaysiiyaan, kuwa siyaasadda jecel, siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan, kuwii nebi maxamed jecel, nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan. Magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam, wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta caashuura la yidhaah soomaysa, waa 10-ka muxaram weeyaan. Markaabuu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkanay soomayso? Markaasaa le waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey, waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaaga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan. Nebi muusa soomay calayhi salaam, annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigaygii baan ku dayanaynaa. Markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annaka uga xaqla muuse sooma caashuura, kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadka ku dari buu rasuulku yidhi. Yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay? Caadaadkii kuma khilaafin, bal wuxuu ku khilaafay
عبادات كبكو خلاف مجتمع مسلمين تنامان دا عالم كان ماشي دونان بهجو قاني لأن يريد أن مجتمع أنه انت بدن وحي نسامي ورقل بيتك طبعاً كعشورة وحي أصوما ينبال اللي يري وأما لدي نبي موسى إلهي بدبادي دريق الله وغفر بدا فرعون وجيشهون اللي حلاقي مرقا وشكر بي أصوما ين مرقا أبو نبي قد أنك نبي موسى وغحق له وصومينا عشورة صوما كالدن بهدان قارن أبو رسول كو يري سقالات كان وانكو درسان يهود دو خلاف عبادة دي أبو نبي قد يهود دو خلافي إنك أنا ما تدقن كيبان كقادن لي تربية دي بان كقادنني تعليم تي بان كقادنني زواج كي بان يهود كقدينا إنا تعليم تي بان كقدينا إنا در حرشة دي بان كقدينا إنا بركا صحابي ذهب كي نبي قو كتور إنو قاتو اسكت دي دي لماذا وحو قرانا يا نبي محمد قدر كيس صلى الله عليه وسلم وجيل كاسي قرن الأول ووحل لقو قاعد كريم بكمتا الرماها السي إنه يقرتا نبي محمد قدر كيسا عليه الصلاة والسلام مالين مالمها كبدو نبي قو كويري نن أنصاري يبو كيري إنه انت هذا إيه قوري أنيقا مركز ويري نكي أنصاري نعمه وقرة عين بوي هو نبي نبي الله أديك أياك هلك ربود أديك أياك هلك ره مرقابو نبي يقول أنا قوم ربيه وحنو ربا جليبيب بنو ربا جليبيب جليبيب وحوها نن مقالة المدينة نن قري والبلاك قشة كسول لا يقان دبي عديسا ودبي عدو حلقو يقان حوجها أخلاق حماء دتك أيو الله كفتم جري حتى هواين كل الله كفتم جري مرقاز مدت كم مدين رين مدينة ده واحد سكون شاكين gabdhihiin julaybiib ha iskaga dhisina waanin dabeecad dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo haduu doono la kaftama marka waanin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisa si aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiino dhan baa ku sheekaysanaysa waani kan ku nabigu la yahay ninki reey madiina inantaadi aniga si markaas uu saxaabigii yiri nabi allah adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tiri isi waa ba nicmad ilaahay aniga isiyo indhahaygu naga ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay iyo kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadha dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu oran jiray inantaydii way qaan gaadhay nebi allah haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doon doonataa waa min asunna weeyaan xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar bnu khataab intuu socday ayuu cuhmaan u sheegu ku yidhi haddaad doontay inanteeda xabso waan kuu dhisi markaasuu cuhmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane ha isugina walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abuubakar buu la doontay xabsa yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doontay inanteeda xabso waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abuu bakar uu ka aamusay limaada maxuu cumar inantiisa xabsa uu cuhmaan iyo cumar iyo abuu bakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhag da'dii gabdhaha lagu guursanayay waxaa u soo haasaa waaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego ar waxaan idhahnaa ya abba mid shaqeeyo uun deeya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan baryahan moogtaha laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha alaal inantaadu inay dibadda usoo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna
inan taada waa inay xaq dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimadu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynayo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya ha moodin inan yahay muslimaddii bal adigu ku ilaalinayaa waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinayaa cadowgu kaa ilaalinayaa tuugtu kaa ilaalinayaa dadka mujrimiintu kaa ilaalinayaa fasaqadu kaa ilaalinayaa sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday idinku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqallada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona maaha abibakr cumar isagaa u doonto u haasaawo inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceebna maaha maanta innaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar usoo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay warmatu cagaluu hayaa uu nagu camaynayaa may cumar baa socdo cuhmaan u bandhigay cuhmaan uu jawaabay abuubakar buu u bandhigay abuubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xabsa radiallaahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayhi salaatu wasalaam dadna markaabuu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abuubakar baa kulmay abuubakar baa hadalka qaato yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad igu haysaa markaasuu yidhi haa waan kuugu hayaa hortaabaan cuhmaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu isiiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abuubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xabsa hadal hayaan ogaa markaa sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xabsa uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallaahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuullah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistay uu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu nicima wa quratu caynin yaa rasuulallah waa nicmad isheeduna way ku qabo way ku raaxaysaniye waad heshaa markaabuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkaa nii soo sheego waa la yaqaana dabeecaddiisa markaasuu julaybiib ha uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya debeliikaadii markaabuu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibu u yimiday wuxuu yidhi inanteenni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulkii ilaahay baa soo doonay markaa bay tidhi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tidhi haddaa ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiino dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin war julaybiib u dhisa mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tiri islaantii waa run hadalkaasiye
orado nabiga u sheego ku dhe halkaad raaliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raali baan kala noqonay markaas sahabigi baa nabiga u yimid oo dhe nabi allow inantii julaybi waan siinay aro guurkii uu julaybi u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fazca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa julaybi buu raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuna julaybi baa waya julaybi baa waya markaasaa meydkiisi la doondoonay waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagayna markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaabuu nebigu yidhi wallaahi kaasi julaybi anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey ila anigu julaybi anuu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maceeshadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh carmala oo ka baraka badan oo ka xoola badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nebigeena ku dhacday sallallahu calayhi wasallam marka nebiga calayhi salaatu wasalaam qadarkiisay garanayaan qiimihiisay garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuqa madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nebigu yidhi awrka maad iibinaysaa haa imise inta way heshiiyeen markaabuu nebigu ku yidhi isoo raac awrka lacagtiisii baan ku siinayay waa nin reer baadiyaha ma garanayo nebiga sallallahu calayhi wasallam magaalada madiina wuxuu u soo galay awrka inuu iibiyo hoggaankii buu hayaa rasuulku daba socdaa markaabuu nebigu degdegay maadaamuu nebigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan horey lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaamuu safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa uu daba bildhaansanayaa markaabuu nebigu soo daymooda wuxuu arkay ninkiioo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaabuu nebigu soo noqday wuxuu arkay ninkiioo lacag loo tirinayaba markaasuu nebigu ku yidhi war xaggee soo nigii kale iibsanay ma ninkii reer baadiyaha idhiga maad iibsan markaabuu nebigu waan heshiinay tama albayc qiimihiina waan ka wada hadalow waan isla afgaranay waxaad hadda iila socotay keliya inaad lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yidhi may igamaad iibsaday markaabuu nebigu leeyay war waan kaa iibsaday muslimiintii reer madiino dhan baa ku soo ururay waa la isku dhegaysanayaa acraabigii wuxuu leeyahay igamaad iibsan nebiguna waxa uu leeyahay war waan kaa iibsaday waan kaa gatay iyo igamaad gadan ninkii acraabigaa yidhi war inaad iga iibsatay markhaati ma haysataa markaabuu nebigu dadka sidaa u eegay khuzaymata ibnu thaabit nin la yidhaah oo reer madiina soo boodo yidhi anaa markhaatiya buu yidhi inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu iibsaday maaragtaane awrka inuu kaa iibsaday anaa maragga furaaya markaabuu nebigu sidaa u eegay khuzayma yaa khuzayma marka ninkan kale iibsanayna meesha maad joogine seed markhaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yaa rasuul allah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu kuu keenay baan kaa rumayne ma bini aadamkanaad baan u sheegi buu yidhi ma hadal ma bayciga addoonkan ina dhex maray baad been ka sheegi inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tidhidda aad tidhi waan kaa iibsaday intaa baan ku sadaqay buu yidhi markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa khuzaymata ibnu thaabit saxaabiga la yidhaahdo maanta laga bilaabaa halka laba nin marag looga baahan yahay isaga keligii baa ku filan buu rasuulku yidhi markiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey shahaado ayuu siiyey shahaadatu khuzayma tacdilu bishahaadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay khuzayma keligii baa ku filan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
لأن صحابته وحي قرانا يا نبي محمد قدر كيس مرحب دي أي مغلان إلهي باسدا يري ونبي محمد باسدا يري بقولكي بقول بقولكي بقول بعد قالا دا قريشة دا دو وضع مركز سيتر مي كلا حاشا هاي وحسر عنو نقام السيدو بسر بعد نقام وضع ينقام السيدو مركز قف رن أشاقي اسكال دكتاي أي اللبدو دي كسون نقدين باليدي كل كأي يرسون نقدين علي بايدي وما وركيغان رومي سنوية وركي نبي كان بني نبي نبي محمد با نقو يرسر أن لين هاي أي قبر داسي قريش المشركين تأوضا إسرتا كسو قادا ما دام نبي محمد ويري ما وركيغي انتون رومي ني أي أن وركي نبي كان بني كسو قادنا بو يري سونك هلاك سنة ما داسي دا كنو قنو علي با كسو نقضي وكد يردو يري سرتا أن نقا ودد نبي محمد با كسو شاقي haddii sirta halkaas soo dhigi waydid gacmahayga kuulay ma buu keenay markay aragtay labadan in dhiranaanta ka muuqata iyo sida khabarka nabi maxamed uu soo sheegay boqolkii boqol ay u rumaysan yihiin ayay tiri ii kaadi hadaba intay sii jeesatay marad timihi intay furtay timihi igii tidcana ayaa warqadii taa ka soo saartay warqadii bay nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam ya rasuulallahi waata gabadhi sirtay waday warqada ninkii qoray masajidka nabiga u dhex fadhiya xalaqadu dhageysanaya waa la furay waa la akhriyay risaaladani waxay ka socotaa Xaatib ibn Abi Baltaa waxay ku socotaa Quraysh bay ku socotaa waxa uu ka waramay marka uu Quraysh uga waramaya sirti nabi maxamed sirti ciidanka dawladda islaamka sirtiidii buu gudbiyay markaas uu nabi sallallahu alayhi wasallam midabkiisa bedel mar rasuulka halkan umar baa joogo markii ba kacoo yiri ya rasuulallah ninkan munaafiqay nagu jira ee sirteeni gaalada u sheegayay ana qorta ka gooynay ugu fasax buu keyay markaa uu nabi gudii umar u kaadi hadag degina ya Xaatib labbayk ya rasuulallah saasulay labbayk ya rasuulallah saraka buu keyay ustaag sirteena inaad gaalada u sheegtay maxaa kugu ajburay bal ii sheeg buu keyay wuxuu yaa rasuulallah waan sheegay runtana waan sheegay buu yidhi ragga muhaajiriinta reerahoogii ubadkoogii makay kaga yimaadeen nin walba qabiilkiisiiba maka u difaacaya ubadkiisii reerkiisii iyo hantidii maka uu ku lahaa reerkiisiiba u difaacaya aniga magaalada maka degaankayga maaha ubadkaygii reerkaygii baa quraysh kaga dhaximiday haddii waxaan isidhi haddaad intaa yaroo sir ah aad gaalada u sheegtay quraysha waxay soconayaan Xaatib inniku inaga mid yahay reerkiisa daranyada uga dhaba intaas uun baan uga jeeday bas inay ubadkayga iyo reerkayga ii badbaadiyaan oo in nabadgelyaan baan uga dan lahaaye gaalnimo iga ma ah munaafiqnimona iga ma ah bal waxaan ahay muumin baan ahay nabi allow sirtaada sababtaan u sheegayna taas uun baa igu kaliftay bas inay reerkayga la ii nabadgeliyo oy quraysh igu xisaabtamaan yiraahdaan ninkaasi anagu meesha noo joogaa reerkiisa daranyada uga dhaba oo ha ka dhibaataysan ha ka dhibina markaa buu nabigu aamusay sallallahu alayhi wasallam lana kan dambi weyn buu galay sirtii dawladda islaamku gaalada u gudbiyay markaas nabigu aamusay isla markii nabigu halkii fadhiya ayaa fi suratil awaila suratil mumtahin ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda ila akhir al ayah suuradda awal keega aayadaha ugu horeeya ayaa ilaahay tabaaraka wa ta'aala wuxuu ku cadeeyay inuu ninkani Xaatib uu kamid yahay duulka muuminiinta ilaahay nabiga rumaysan inuu kamid yahay buu ilaahay cadeeyay iimaankiisii baa ilaahay cadeeyay iimaan baa loo markhaati furay inuu muumin yahay markaasaa looga digo la yiri ka isagoo kaliya maahine bal muuminiinta oo dhan waxaa la amrayaa inay gaalada maadaama gaaladu ay yihiin cadowgoogii iyo cadowgii ilaahay cadowgii rasuulka inaysan awliya ka dhigan iyo asxaab ka dhigan oo ay saaxiib ka dhigan maanta laga bilaabaa markaa buu nabigu Cumar buu eegay yaa Cumar Xaatib
وكاس القرآن كبا إلى حي تبارك وتعالى كبشا فيه القرآن كبا عدى إيمان كيسا دنبقى وقالينا إنه ديب دنبقى وقلنا قلنا والله قد قي لكن عمره واحد أقا واحد أبت واحد أقيم أهل البدر بوها نكن والريد بدر وصدح بغل صدح يتوبان كينن إذا قال كبدر قلق قيب قشي ويام أهل البدر إنما تغانا درجة دودا وحال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم يا أهل بدر واحد دونتان بالسمية إني قدم بيجيني والله داف واحد دونتان سمية معنوه ماهن دونوبتا كدع ماها نك بدر قا هدو قفنا بالليدي ودم بكدع عنا سوء الخاتمة كل ديماني ماية حسن الخاتمة كل يوكو ديمان دونا مركو دم بيس لأن مالين تاسا إلى حي أقبلين مالين تترى مسلمين تو أي يريد ee gaaladuna ay soo duuleen iyakoo aan dagaal ku tala galin ayuu nabigu u saaray macrakatu badr ayay soo qabtaan ciir quraish dagaal umay jeedin laakin ilaahay ba qadara dagaal meesha inuu ka dhaco waxay la yimaadeen niyad dabii la yimaadeen diinta in difaaciya hatta nazala jibriil alayhi salaam malin malmaha kamida jibriil ba soo dago yiri ma ta'uduna ahla albadr fiikum ya muhammad raga dagaalka badr kala qayb galay أكتين قيمة هاي كليهم بليشك وهالكين محاط كوا ركتان مرقاس النبي يقول من أفضل المؤمنين مؤمنين تكوا وقفل لبدن إليهم بانوا ركناب رسولك يدي مرقاس جبريل لا يدي وكذلك ممن شهد بدرا من الملائكة سيدا سوك لأنكون هدان ملائك نحي ملائك تي دقال كبدر صورة على عدين نقلق قيب قشي وحال الله أركا إليهم كوا ملائك وقفل لبدن تقدير وما قدر الله حق قدره أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته قدرك إلهي أولها من نقرن ما أنت قدرك نبيين أولها عليه الصلاة والسلام من نقرن لكن رقا ساقرت قدرك رسولك قدرك نبي محمد بيقرتين مكانة دي سيبه قرتين وصلاني بدا نبيكو كلها حجامة توبين بو نبيكو استوبين مالين تشت دم باديكي نبيكا لغب بوحيي عبدالله بن الزبير بو نبيكو ياري أول مولود في المدينة المنورة ويان زبير بن عوام بعد لي هو يدين واسماء بنت أبي بكر عبدالله بن الزبير بو نبيكو ياري ديكا يغاد مالان عندكو أركي كسو آس halo dibay digi ka baxay jirka nabi maxamed ba lo dibay soo as sallallahu alayhi wa alihi wa sallam markaas dadkii intu iska eego meel cidna kulku la baxay ayuu soo tartiibiyay tartiibta ma fahmisan ya oo soo noqday haye abdullah ibn zubayr digaygi halkaad ku soo qarisay bal ii sheeg مرقاس المال مال مال وحقر مال وحقرسا ماشى وقر سودي في عمه كسو قريب مرقاس هلكه مرقاس على شيء ده بروان عبي بريدي جاي ديجي نبي محمد دول كينوك وكسبة وودي ده تأصول فريست وعبي مركز سوري ولما شربته محادو عبتي بوكيري ويل لك من الناس وويل للناس منك بوكيري ويل لك من الناس وويل للناس منك يا ابن الزبير عدة الدقال كو قادنا وي بعضي عدة الدقال كو قصو قادنا وي بعضي برسولك بوكيري محاق لجركيس محاق لكولته ديكي نبيك لجركيس نبيكنا وعيد هذا علماته دي نبي هذا جركوغا وحو إلى هاي قليي أفرت نينو أهل الجنة قوة دودا إلى هاي قليي نينك أهل الجنة هانا بغول نينو رقع دون خودك ما بالي بل حساب وايم سنن أفرت نينو أهل الجنة قوة دودي باللسي يا نبيك نين أهل الجنة أنا هاي وحاول لقوة دي بغول نينو رقع دونك موسى عليه السلام لبدين نيس قبط قبطي يا مارتان كي ربن إسرائيل ها حبت فيروس ضاع وقول دفتي فوكزه موسى فقضى عليه نفط وكان عندك وفير كليا
marka abu nabi guri abdullah ibn zubayrow cidda dagaal aad ku qaadan way baaday cidda dagaal ku soo qaadan way baaday buu keyd maanta laga bilaaba jirkaagina nar waa ka xoroobu rasuulku yidhi jirkaagina nar uu ka xoroobay khalas fursad bay helaan iyaku fursad aad ka faa'iideysteen ya muslim inaguna fursad baan maanta haysanaa fursadan haysanaa waanahay ummadii nabi maxamed baanahay awal keegi imanihin bal aakhir keegi baad moodaa inaanahay aakhir keegi ku u dambeeyay nahnu as-sabiquna wa nahnu al-akhirun bu nabi guuri annaka as-sabiqina oo jannada ugu hor galayna annaka ana ummadaha ugu dambeeyna bu rasuulku yiri bal firs abuurkana annaka ugu horeynay abuurka ummadahana annaka ugu dambeeynay oo ummadii ummadaha ugu dambeysay baanahay wa nahnu as-sabiquna jannadana annaka ugu hor galayna bu rasuulku yiri maalinka qiyaamaha سيأتي على أمتي الزمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمرة زمن أيا من دون أبو نبي قولي أمة دايدا نك إسير هذا دين تكو دغن ودين تبرو ودين تكو عمل فل ودين تدني نك إسير هذا وحاول الله من دون دون دمع دمع دمبيل نارا ملحين كرا دمبيل نارا نحي الله من دون دون برقا بسحابة كورا دين زمن كاس زمن كنك سنة هاك قبسن دونا ula min noqon doona nin dhamac loo dhiibay dhamac lahayn kari maayo maanta sunnihi nabiga lahayn kari maayo waayo mujtamacii baad arkaysaa oo milmay oo ku milmay ma aragtaana dadkii reer galbeedka aan milman saasaanu isku dhexgalnay sidaas bal qaarkeen waxay ku ducaystaan inay dibadaha u dhoofaan har maxay ku ducaystaan yaa ilaahow he labadii ciyaal fiisan u xireeyay ilaahay iga sii kuwa sii qaad sii qaad war success asku dhex galay maanta zaman kan maanta sunnihi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadda tirad aniga ubadkayga reerkaygu waan ku dhaqmayna mujtamaci kala ka qaliba markaas saxaabadu yiraahdeen zamankaas ninka diinta qabsaday ku adkaada ajarkiisa bal noo sheeg markaas uu konton nin 50 rajulan konton nin ajarkooga ilaahay u qoray buu rasuulku ka yidhi nin saxaabi ah sara kuu yidhi man konton annaka mise waa konton iyaka ma konton ninka abuu kuuri rasuulku konton qarnigiina maanta aad joogtaan ajarkood buu qaadan doonaa waa zamanka ayagu diintu fresh ay helen fresh nabiga ay arkeen calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu soo degaysay arkayeen quraanka kolba ayad lagu soo dajinayay shariicada u dhameystirmaysay maalintii nabigeena quraanka lagu soo dajiyay iqraab ah ugu horeysay aayadihii quraanka ugu dambeeyayna waxay culimadu ku sheegaan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina arafay ku soo dagtay arafa muddo yar kadibna nabigu adduunka ka intiqaali doonaa awaakhir wa aayadihi ugu dambeeyay nabiga ku soo dagay kamid tahay aayadaas la yiri al yawma akmaltu lakum diinakum ilaahay ba kulay maanta diin diini ma nin dhameystiray wa atmamtu alaykum ni'mati ni'mada diina dushina ayaa ku dhameystiray ni'madu waa quraanka ni'madu waa sunnada nabiga ni'madu waa islaamnimada ni'madu waa hidaayada ni'madu waa macrifada ilaahay innaga maanta muslimiinta marka nicmad la hadal qaado maxaanu haysanaa nicmad ya adduyo adduyo nicmad adduyadu waa nicmad mu'minka adduyadiisa xalaashu waa nicmad laakiin waxaad ogaataa iyadoo nicmada haddana waa fidnada adduyadu وأما بنعمة ربك فحدث إمام قاضي عياد كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى آيات وحوك شاقي وأما بنعمة ربك فحدث مارك نبي قينا آيات دعي كسو جكتي أي نبي صحابة دي سكويري أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا مالك قيامها خلق يقول لك أي كسو بحي دونان كوقه الرياد لك كسو بحي بودوانيقا خطيبهم إذا أنصتوا ما لنت بني آدم قال لا أمسين دونو
كوه الله يبوري وانيقا شافعهم إذا حبسوا مركا دادك اللي جوجيو العيد هالكا إنقا قبيسا مضحوك صدا الله دلدقو أفرت كونو سندود بانك قيامها اللي جوجيو ديدتك قفك كبحي تضبات الحصول دولك انتو قلو ديدتك سوبح دونو كما لنتا دادك وشافعات قاديا ايوار قيني ابو نبي قلو وانيقا مبشرهم إذا آئسوا مالي تددكو أي قوستان كأب شارين يبو نبي قلو آنقا لواء الحمد بيد يوم القيامة علن كما هدى مالي تقعان تيدو كجرى علن كما هدى آدم عليه السلام وأبو البشرة إبراهيم الخليل عليه السلام والنبي إبراهيم أدقرن إسان أبو الأنبياء لبدو دابا كسو قاد بو نبي قلو مالي كقيامة علن كيغا هوز دوكسن يبو علن كيغاس والله ليال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حنقرنا قدر كيس وأولادنا هم برنو محبة نبينا عيال كنا هم برنو وإنكنا محبة نبينا هم برنو وصلي كيس هم بدنو وسنة كيس هم قادنو وقد مغلي سامان زمن كان ضد بدنا مسلمين إيه ردي لقى عليه سيو قار دين تعايا قار ملايك تعايا قار إلهي أبو ربي أفك كتاقيا قار نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي درجة ديسا iy maaragtana eeb u lahayn bay ku sheegaya wallahi summa wallah malin maalmaha kamida masajidkii nabigeena nin munaafiqa intu ashaabta sida u eegay qaswad baa lagu jiray qaswad ayuu yiri saas u eega saxaabadii ku quraan akhriinaya buu arkay ya ma'shar alqurab ukay war urkiin alquraan akhriska badan lahow marka cuntada la cunayna maxay niga cantuuga weyn oo niga cir weyn marka dagaalka la galana maxay niga fulaysan buu keen intaas u yiri bas la soo marka dagaal la galayna maxay niga fulaysan marka cuntada la cunayna maxay niga cantuuga weyn oo niga cir weyn saxaabi ba hadalka maqlay laallahu umar inuu aha markii nabiga u sheegay markii ninkii munaafiqi wuxuu yiri damaan nabiga igu dirib uu keen waan kaftamayna uu waska yar ba shaleynayo waana soo daalayo hadalka sheegada waa lagu yar nastaay marka abu nabigu bedelmay quraanka ilaahay soo dajiyay qul abillahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قلوا حد كتر هذا ما إلهي إيا آيات كيسا قرآنك إيا رسول كيسا أيا ذا هايدين كوا كل دهل دهل كو جزيسا عدر دار قاسل نيقى السعاني ما يبالغو يري وات قالو دين بالغو يري وات قالو دين يا معشر القراء إرهو كو قالو يبالو فيرسو كوينن أركينن quraan akhriska badan lahow marka la dagaalamayna maxay niga fulaysan marka cunta la cunayna maxay niga cir weyn labada kalmadood oo jazzes u yiri ayaa ilaahay cadeeyay ninkaas inuu gaaloobay khalas ka ilaahay afa ku taageena ka waran ka nabi maxamed afa ku taageena ka waran halkuu ka soo galay diinta islaamka markaas ma aqaanahu لواء الحمد بيدي بنك قيام ابو نبي محمد لا يحي علن كما هذا مالنت انا هيو انا لي هوس جوغا ومالنتي ومالنت خلق غير عيريا ادم بي اوتغيا نو شفاعت قاد دبتن انا اني غو عن بولي يحي جندي دنبغان غلاد كغه سو بخدين اني غو ملي يوردو غير كي اوتغا ارغد انو مانت ملي نوح بي اوتغيا نوح وها اولي يحي ادونك دوشيدي انو غو دعاديدي واني غو مدهد كو هباري دعاءه ما انت لا اقبل ما يه ابراهيم الخليل اتجا ابراهيم الله ايمان يا صدح به من ادويه كو شيغي تين لهو قبطا كبقياي اردو غير كي اتجا موسى الله ايمان يا موسى نو وحو ليهي انو قفني هذا ندلي بوليا عيسى ابن مريم الله ايمان عيسى عذر دار شيغان مايو لكن وحو لي انو ملي ما انت مركاس النبي محمد يري انا لا ايمان دونا يا الله تجي دونا بنك قيامة يوم الجمع لا ريب فيه يوم التغابن يومئذ تعرضون إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرسادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا مالك أسوين مالك تدبات دوائي تعالوا
مالك قاس النبي محمد لو تجي وليه هاي أنا لها أنا لها أنا لها كدعاجي صلى الله قبل يا وأنجا كبريدي صلى الله قبل يا وأنجا كشفعاتي صلى الله قبل يا وأنجا حديث قال النبي جن وكيلها نبي كستي إلهي أدوية دشيرة دعاء الله قبل إلهي سيي نبي والب دعادي سي أدوية قصوى استعمالي أنا يقول دعاء ذي مالك قيامها خلق يا ودك تكون أنفع دون أبو رسول بيدي وصلي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مالك قاس نبي محمد إن حسوسنا يا إن كنا ما تسنه سبان اللوني دقن كي سبان اللوني شرعات سبان اللوني بل نبي قال الله قد إيدو دل يرتو حيو أركان إن يتهدي بسعود نمو حيو أركان متأخر رجعي دب السعود دب النقض بيو أركان ماي إن هذا ظهر أو صعته أي إن الدب أو صعته ولا كالأرك دونا فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار سدح دلنيرو متعلمين أو دلنيرت جامع لها دكتا أي أوذي دون وت دون وت أو ضدك بضاها كشق يستونا خوضا أي كوير هذا المعنى دون هذا نقاكري بدوين تنور عدع ومحاتهين سياحين دل حيستيال بنا ومثل مركز دونتي كهشيين اي فولين دونتو بريقا واتي كسو عجر تنقوري قيد ضبيلها شراع على قوة دجري حاجة ضبيش اللو هو يعجري هي بربرية يا غانا يا ريجي بوتي الدنيا تانا مركز صدح دي دل يرتي وذاكي بي ورستين كوير هذين آذر كاني وبيلود كنا وانجنير كنا ودكتور هذا يقول لكن يران تادي محاد برتي مركزه أنا وصل الله ضب باشا برتي فكو قص قص لنا وحي كوير هذين ضيعت نصف عمرك وحسي ما تعلم بع يران تادي واسك قصو عيارتي هذا يقول مركزه الله يا بس هذا وجه جسنا كان وبيلود هو ديارضوك حيا كان ودكتور هل كان هو مهندس يبني العمارات قصور بوديسا هذا دبال مشاقة وتعليم با مرقاسو يرجربي مرقب برقي وكاقر صومي بدوين تي اي جوغان ايا بدو ويكا عدا مرقا ويكا عدا بدو ساسي وصب بيس مرقاسو ديك عندك هلا يشاقو شيبو سكرد ديك مرقاب ييكي كسو جيستو وحيولي دونتو قعان تيدو كمجرتو هل مر صدح دي دلن يردي محاب دلمي نين دلن يراه ونولوشي هاد دايو بلا ميسو جامعات دي كسو قلي جبيي وبدوين تي سوغو مرا يلا يري ماركب كو غرغمي بالكورن ماركاس هل مر كلي دلن يردي وجيكي باب دلمي اللي انتبا كد عادتي ويقيليين ماركاسو كو يري ماركان نيقو يري يران تي دي دباش ايام برتي هادا دي قطر هادين عمرقاقي يران تواسو دي عدي أنا وحنا الله ما أنت عمري جنيب الضيع ذينه هذا كان بيلون نمد وكبح أنا إنجنير نمد هاكو بتبادي السوق أنا نختار نمد وكبح تباد أنا وضباش هذي ما بلا بيجيبولي ومثال يعني هذا دوار كيسد نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذي قيسا يكو ضيشة ديسا أنا وار كينا ديبو السعود نمو إنا ديبو النقلين هذا دوار كيسد ما هو حقيقة ما أنت عدال دونتو ما أنت أدوية كإنتقاشد أيا لك قرن دونا كيبا ديبو سعودها كيبا هرو سعودها لذلك السنة نبينا عليه الصلاة والسلام أيا كفر أبيغينا الحمد لله إنكو داتكين المسكيد كسوا عمري داتكي خير كجعلا باتهين داتكي دين تدنين يباتهين داتكي نبي محمد جعلا باتهين رنتي وحضوفة لذان مسكيدك وجعل إلهي يجعل النبي قادو قبطان مالن أي نبي قارك أصحاب تيسي مركو نبي قوة سيستي بيه جركي سكد أذن أي أي قعان تهوص لكتان مركا بك اسكم مسحيين وكبر كيسنيين صلى الله عليه وسلم مركا أبو نبي قو يري محاسدة نصمين إساني الشاك للنبي قا وح جركي سوحي كبحور صحابة قلكم وقلانين تنتو اسكحيري وي قيب تمين قندوفتو توفي
gacan nin bay ku dhacday wajigu marsanayay ka qandhufta nabiga haleelay ee wajiga marsaday mid baa dul joogo isagana ka sii marsanayo dharka dharkiisa ku masaxanayay maradii nabi maxamed uu xidhay saxaabigii yiri nabi allow ma axsanaha alla maradu qurux badana waan u baahanahay isii waan ku siiyey buu nabigu yidhi iikaadi aqalkii buu nabigu ku noqday intuu soo saaray go'ii ayuu laalaabo ninkii buu siiyey saxaabadu ninkii way qabsadeen wallaahi ma axsanta bay ku yidhahdeen maad wanaajin waad arkaysa nebigu marada inuu baahnaayo markii hadyadda loogu keenayba waagii aqalka galee soo xidhee maxaad u weydiisatay nebiga waad ogtahay nebiga wax lama weydiisto haddii la weydiistana may ma yaqaanin nebi maxamed ee wallaahi waxaan u weydiistay inaan dhar ka dhigto ku xaragooda igama yahayn waxaan u weydiistay inay maradaasi kafani noqoto kafan maadaama jirkii nebi maxamed uu taabtay kafan baan ka dhiganayaa buu yidhi taasay nebiga uga barakaysanayeen maradiisii qandhuuftiisii biyihii jirkiisa ka daatay ayay ka barakaysanayeen saxaabigii markii biyihii nebiga ka daatay hoos dhigtay gacmaha markaabuu nebigu ku yidhi maxaa inagu ajburay inaad biyaha jirkayga ka daato aada isku masaxdaan markaasay ku yidhaahdeen xubullaahi wa rasuulihi jacayle aan u qabna ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa sidaa u samaynayna bay ku yidhaahdeen markaabuu nebigu yidhi dhegaysta haddaad ilaahay iyo nebiga aad jeceshihiin oo doonaysaan inaad jeclaataan markaad sheekaynaysaan buu nebigu yidhi run ku sheekeeya markaad layna aaminana amaanada ilaaliya buu nebigu yidhi haddii lagu aamino amaanada ilaali waa inaad noqotaa amaano xaafid haddaad sheekayn run ku sheekee haddaad ballan qaadana ballankaa ka bixin buu nebigu yidhi ilaahay nebi maxamed inaad jeceshahay waxaa u daliila akhlaaqdaada saad ula dhaqaysid waalidkaaga saad jaarka ula dhaqmaysid saad saaxiibada ula dhaqmaysid saad walaalaha ula dhaqmaysid saad muslimiinta ula dhaqmaysid nacam idaa kaana calayka arbaca buu nebigu yidhi afar sifa haddaad leedahay adduunye kaama tegin buu nebigu yidhi xadiis kale weliba xadiiskaas sanadkiisu waa daciif laakiin lilfadaa'il waa la isticmaali karaa afar khasladood buu nebigu yidhi haddaad leedahay khayrkii adduunyada yaalle kaama tegin waad haysataa sidqu xadiidin haddaad tahay nin rusheegaa wa xifdu amaanatin haddaad tahay qof ammaano xaafida wa xusnu khaliiqatin haddaad tahay qof dabeecad wanaagsan haddaad tahay wa cifatun fii matcamin xalaal mirte afartaa sifo qofka muminku hadduu leeyahay khayrkii adduunyada yaallay iyo wanaaggii adduunyada yaallay kama tegin buu nebigu yidhi waxba kama tegin wax walba uu gaadho uu haystaa weeyaan run ku sheekee haddaad sheekayn run ku sheekee haddii lagu aamino ammaanada iska ilaali maanta muslimiinta ammaanada maxay u arkaan dasa dhacda ma nigu soo daraa so waa nigu dheereeyey nin baa nin lacag u dhiibtay waa qiso dhacday buudanadeena inay ka dhacday dad kale maa dadkeena dhexdiisa markaasuu dhi meel baan u baxayaa baadiye bankana aanu akoont kuma lihiyo nin iska waxaan ahay wadaadee lacagta ii xaji buu ka yidhi waa qiso marxab uu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo maqaaxi weyn intuu furtay ka shaqaynaya maqaaxidii oo birqaansan oo shaqada ku birqaansan markaasuu salaamu calaykum calaykum asalaam casarkiiba haddana usoo noqo salaamu calaykum waa nigoo mashquulsan cishaygiiba u yimid wuxuu yihi warde maxaadii dhaafdhaafi buu yihi lacagtii berigaan kuu dhiibtay yaan u socdaaya lacagtaadi waataa shaqaynaysay buuhi waataa shaqaynaysay wayaan war maxaad leedahay lacagtaadi waataa shaqaynaysay buuhi war lacagtu ammaanay ahayde shuraka manu ahayn ammaanaan kuu dhiibtay waan ku aaminay walaa lacagtaydiisi markaas oray soo dacweyn maqalkan lacagta lagu qaado maqaaxiyahana dushiisa wuxuu ku qortay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina aayaddaa meesheedii ma la dhigay war ma la dhigay jaadlayaasha kama aragtin tawakkaltu cala allahi wakafa billahi wakiila miis jaad iyo maxaa isku keenay aayadda qur-aanka xataa jaadlayaashaad ka dul arkaysaa innaa fataxnaa laka fatxan mubiina qur-aanka meeshiisii lama dhigin hadduu qofku ammaano lahaynna buu nebigu yidhi qofka ammaano aan lahayn iimaan ma labuu rasuulku yidhi markaabuu nebigu saxaabada wuxuu ku dhiirigeliyey jacaylka ilaahay nebiga aad u qabtaan wuxuu ku noqonayaa dhab maynin sheegaa markaad sheekaynaysaan run ku sheekeeya
marka aamana la yidhi dibtana aamanada xafida hadaad ballan qaadana ballanka buuxiye bu rasuulku yiri marka masajidka soo amarnay ya khayrka aan dhageysanayno waxay naga tahay waa diin jacayl allah jacayl nabi jacayl bay naga tahay sida daraadeed zamanku waa zaman adag waxaan ku baqanaynaa marka xagga ilaahay fafiru ila allah xaaladdu waa dhaweyd waad argaysay adduunka xaalad yar baa soo martay oo ilaahay innaka ilaahay waa innaga dabaylaha ilaahay innaga raaciya dabaylaha wadannadu xanuunka hayana allah ka qaada ameen dhahada laakiin dad badan way argagaxeen wadanno badan oo muslimiinana masaajiddii bay qufl ku jebiyeen yaa muslim hadday dhibaato ay timaado halkee buu nebi maxamed ku ordu jiray idaa xazabahu amrun fazaca ila salaa hadday nebi maxamed dhibaato la soo daristo salaad buu nebigu gelayay xataa hadduu arkay nebigu roob dabayla wata masjidku soo galaayay uu ducaynayay ilaa uu roobkaasi uu dhaafo dabayshu ay rafacanto nebigu masjidka kama soo baxay istaciinuu bisabri wasalaa hadday dhibaato adduunyada dusheeda muuminka la soo daristo inuu argagaxo ma aha waa inuu yidhahdo annaku ilaahay baan haysannaa ducaan haysannaa qur-aan baan haysannaa xidhiidhka ilaahay baan haysannaa daawuu mardaakum bisadaqa kiina inaga bukoodana sadaqada ku duwayay buu rasuulku yidhi acmaashaasuu ilaahay rasuulkiisuna amrayaan dayna diinta ilaahay qabsanno ku sugnaano zamankan waa zaman adag waxaa laga yaabaa zamanba zamanka ka dambeeyana in xaaladdu ay sii adkaani doonto in fitantu ay sii ziyaadi doonto ayuhal muslim waxaad ku baxsataa marka ilaahay xaggiisa u baxso insha allah dhahada yaa u diyaar inuu xagga ilaahay u baxsado fafiruu ila allah ilaahay baan ku ordaynaa xaggiisa waxaa kaloo ku ordaynaa diinta ilaahay dadaalkeygaan ka shaqaynaynaa ijtimaacirni baa inoo soo dhow bisha sebtembar aakhirkeyga ijtimaac la rajaynaya in la qabto haddii alla yidhaahdo dee dadaalka diinta insha allah dhegta keliya diinta siini mayne diinta qowlan wa ficlan wa maalan wa waktanba diinta waan siinaynaa yaa u diyaar waa ilaa haddii kale waxaa la mid noqonaynaa ninkii reerka ku soo haydee martiqaadka loo sameeyey halkii neef la qalayna uu arkayay oo la karinayo markii loo soo dhigayna labadii dhagood baa loo soo dhigay maa la martiqaaday ninka hor maa la martiqaaday dee sidaa ayaana ka dhigine bal insha allahu tacaala ijtimaaca inaan ka soo wada qayb galno oon ilaahay dartii afar bilood laba bilood afartan cisho hadba intaan waqti haysana inaan ilaahay dartii u bixinno ayaan niyoonaya bal gacantaa taago masaajidkao dhanba allahina barakeeyo waa naftaada ka qaado naftaada u qaad weeyaan muddadan la baxayana nusuus ku timida ma jirto laakiin waa wasaailu dacwa sida madaaristu wasaail u leedahay tacliimtu wasiila ay leedahay dhakhtarnimada barashadeedu wasiila ay leedahay kadalika dacwaduna wasiila ay leedahay wasaailu dacwa waxaa ka mid a aalaadkan iminka aanu berigii hore waan diidi jiray laakiin beryahan waa igu qasabteenoo waxaa layga dhaadhiciyay inay tahay min wasaaili dacwa aaladdan haddaad u ogolaatay wasaailu dacwa jamacad ilaahay dartii u socota oo maalkoogii bixinaysa oo galba tuulad degaysa oo kuwa qayalaya u tegaysa labadaa wasiilatee baa tii nebiga u dhow bal ii jawaabadee tee socota ta aaladdanaa socota mise tan dadka socdaa sunii nebiga u dhow lidaalika socodka lagama maarmaayo bal socodka wax bedilaaya xaraka lahaa baraka hadday biyuhu socdaan biyahaasi iyakuna way daahir bay noqonayaan ciddii istiraada ka intifaacna iyagoo nadiifay u tegayaan laakiin biyuhu hadday fadhiistaan way wasakhoobayaan carfigoogaa isbedeli midabkoogaa isbedeli dhadhankoogaa isbedeli dadna biyahaasi waa ka guur weeyaan socodka ayay ummaddani qiimo ku leedahay saafir tajidu ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nasabi falidalika insha allah ijtimaacan aan ka soo wada qayb galno maalkeenna waqtigeenna ilaahay diintiisa inaan ku bixinana wada niyooda mar kale haddana aya maxaa yeela dembigeena alla ha dhaafo dembiga waalidiinteena alla ha dhaafo diinta allah inuu macaaneeyo maralkeenna alla ha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inuu ziyaadiyo dad badan oo walaalaheena ayaa mar walba noo soo duceeyo yidhaahda ilaahay nin walba muraadkiisa oo macsiye lahayn gacanta midka allah ka siiyo dad baa xanuunsan ilaahay caafimaad sariica ha siiyo dad baa kurbaysan kurbada allah ha ka qaado dad baa shaqadoona shaqo xalaal allah ha siiyo
dhalinyar badan oo guurdoona jirta guur xalaal Allah haasiyo dhalinyaradeena gabdha iyo wiilal ba Allah ino asturo dalalka muslimiintana meelo joogan muwaafaqiin min diman Allah haasiyo dalkeenana aan joognana amniga Allah ino adkeeyo aamiin dhahada amniga Allah ino adkeeyo amniga Allah ino adkeeyo qulubta muslimiintana Allah mideeyo.